معنا مشاهدينا من الدوحة سيد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس. سيد موسى أهلا بك معنا، صباح الخير. دكتور، أسألك قراءة في يوم أمس تحديدا، ثم نسأل عن ترتيبات اليوم وأيضا القوائم. كيف تابعتم صفقة التبادل يوم أمس وهذه الهدنة؟ بلا شك انه ما حصل يوم امس يعتبر انتصار لاراده المقاومه وصمود الشعب الفلسطيني الذي يعني حقيقه يضرب نموذج ضخم جدا في النضال، في الصبر، في التضحيه، في الثبات على المبدا، في الثبات على الارض. اليوم مشهد الناس وهم يعودون الى بيوتهم المدمره ويجلسون في بيوتهم يتناولون الإفطار ويقول لن نرحل هذه بلادنا ولن نرحل إلا إلى فلسطين. هذا المشهد المعبر بكل فخر واعتزاز رسالة من شعبنا لكل العالم بأننا ماضون في تحقيق أهدافنا وفي الوصول إلى مرامينا وما نريده من حرية ومن عودة لأرضنا ولبلادنا والثبات على هذا المبدأ، وأيضا بالثبات بتأييدهم للمقاومة وارسال كل رسائل الفخر والاعتزاز للمقاومة في صمودها وفي ثباتها وفي انتصارها. هذا المشهد الحقيقة الذي نبرقه لكل العالم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لابد أن يعرف تماما بأن كل الشعارات التي أطلقها الولايات المتحدة والغرب ومن ورائهم إسرائيل بالقضاء على حماس والقضاء على المقاومة بأنها شعارات فارغة، اضطروا لأن يجعلوا المقاومة هي التي تتعامل معهم في تبادل، في صفقة التبادل، أو في إدارة معبر رفح، أو في الإدارة التي لا زالت قائمة على الأرض. حماس تدير المشهد بكل اقتدار، وهم سيلجأون إلى، أو هم لجأوا إلى حماس ليتعاملوا معها في النهاية، لأنه أنت بتعرف تماما بأن هؤلاء الأسرى الذين تمت صفقة التبادل لم يكونوا أيضا بيد حماس، كانوا بيد كثير من بعضهم في عند المواطنين، وبعضهم عند السرايا، وبعضهم عند الكتائب الأخرى، وحماس هي التي تولت هذا المشهد، واضطروا أن يتعاملوا مع حماس في نهاية الأمر، وأن يتنازلوا كثيرا عما كانوا ينادون به في فيما مضى. حماس اليوم هي الأكثر اقتدارا، وهي التي تدير المشهد، وهي التي تقوم المعادلات بعد أن فشلوا في إدارة المشهد كما كان واضحا جدا. هناك كان في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي كانت فيها وهي قصف الطائرات وشاهدت عمليات القتل بشكل واضح، ثم المشهد الثاني وهي العملية البرية وفشلها ولم تستطع أن تثبت على الأرض أي من صور الانتصار أو أي من صور يعني قيادة وحمال الساحة، فانتهى الأمر أن لا يكون إلا في 50 كيلومتر مربع من 360 كيلومتر مربع مساحة قطاع غزة. وهذا أيضا الفشل الثاني الذي قادهم إليه، لأنه في الأول الطائرات لم يكن مشهد قتل الأطفال والنساء إلا مسيئا لهم، ولم يكن معبرا على الانتصار، بل بالعكس قلب الصورة بكاملها ضد الاحتلال وضد القوى الغاشمة. ثم مشهد البرية لم أيضا زيادة في القتل وزيادة في التنكيل، وكان كأنه حرب ضد المستشفيات وليس حرب ضد حماس وضد قوات وضد القسام، كان حربا ضد المستشفيات وضد المدارس وضد البنى التحتية وضد المساكن، وبالتالي فشلا ذريعا. المشهد الثالث اللي اضطر له وكان هو عنوان كبير، وهو استعادة الأسرى من حماس أو ما يقول عنهم أنهم مخطوفين، وبالتالي لم يستطع أن يخرج واحد فقط بكل قواته التي دخل بها في قطاع غزة، لم يستطع أن ينقذ واحدا من الأسرى، واضطر أن يتعامل مع حماس وبواسطة قطرية وبواسطة أمريكية ومساعدة مصرية. الآن استطعنا أن نخرج بالأمس فوق 24
ممن كانوا موجودين محجوزين في قطاع غزة أو ضيوفا على قطاع غزة كما حددنا في البداية، واليوم 14 قدمنا حتى يخرجوا في هذا اليوم. فبالتالي هذا هو المشهد، هذا هو المشهد اليوم. حماس هي التي تخرج هؤلاء الناس.